إمام الرحمة نحتاجك أمان، كل من بجرح مشاعر شالك، قالوا الغايب يضل عذرة معاه، كم عذر مولاي شاغل بالك، كم عذر مولاي شاغل بالك. النبي صلى الله عليه وآله نبي الرحمة، والإمام المنتظر إمام الرحمة. إن جميع هذه الروافد، روافد الرحمة الإلهية العامة، تنتهي إلى منبع واحد. كل هذه الروافد تتفرع من ذلك المنبع، وذلك الرافد هو وجود خاتم الأوصياء المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. الشمس تمثل جانبا، الماء يمثل جانبا، الهواء الذي نستنشقه يمثل جانبا. هذه الرواية مروية في بحار الأنوار. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه يقول في هذه الرواية: إن رحمة ربكم وسعت كل شيء، يعني كل موجود، وأنا تلك الرحمة. الذي يمثل الرحمة الإلهية الشاملة بتمام أبعادها هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. الجريح يصرخ تعال، انت بس بيك الأمل، لا تضل عايش عذاب، يا أبو صالح لا تضل، يا أمل كل الدموع ينتهي افراح بالظهور، يا أبو صالح المنتظر هو امتداد لجده المصطفى وصورة أخرى عن جده المصطفى. فكما كان النبي رحمة للعالمين، المنتظر أيضا رحمة للعالمين. كما كان النبي قطعة من الرحمة، المهدي أيضا قطعة من الرحمة. القرآن الكريم يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان قطعة من التواضع، قطعة من البسمة، قطعة من الجذب، قطعة من الألفة والمحبة صلوات الله عليه وآله. القرآن يصف خلقه: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الصورة التي تحدث عنها القرآن، الصورة الجميلة الرائعة لشخصية النبي، نفسها تتصور وتتجسد في المهدي المنتظر. بعضهم يتصور أن المهدي إنسان عابس، إنسان عنيف، لا، المهدي كجده رسول الله، صورة مبتسمة، صورة جذابة، صورة ملؤها التواضع وملؤها الخلق الجذاب، تماما كجده رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك ورد في الرواية المعتبرة عن الصادق عليه السلام: يسير في الناس
بسيرة جده رسول الله صلى الله عليه وآله، رؤوف بالمؤمنين شديد على الكافرين. وفي الرواية عن الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، متى بيجيبهم؟ يوم خروج المهدي. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال الصادق: هم المهدي وأصحابه. يا حلم تفسير بس يطلع ودا، لا بعد يحمل هجور دلالك، كلمة العاشق لك كافي الغياب، جيتك تحرق قلوب عذالك، بجيتك تحرق قلوب عذالك. في مفاتيح الجنان في زيارة آل ياسين نقرأ: السلام عليك أيها الرحمة واسعة. في أصول الكافي في المجلد الأول صفحة 528: وأكمل أو أكمل ذلك بابنه، ثم يذكر الاسم الخاص للإمام المهدي صلوات الله عليه رحمة للعالمين. كلمة العالمين تشمل العالم، يعني مجال يحتوي صنف من المخلوقات، يعني عالم الملائكة، عالم البشر، عالم الأجنة، عالم النبات، كل واحد منها يمثل عالما. فالعالمين يعني جميع هذه العوالم، ولذلك لا يوجد موجود في هذا العالم إنسانا كان أو نباتا أو جمادا أو ملكا إلا وهو مشمول لهذه الرحمة. المؤمن والكافر والمنافق وجميع الكائنات إنما تجلس على سفرة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. الجريح يصرخ تعال، انت بس بيك الأمل، انت بس بيك لا تضل عايش على، يا أبو صالح لا تضل، يا أمل كل الدهور ينتهي افراح الظهور يا أبو صالح. المجتمع الذي يؤسسه المهدي عند خروجه مجتمع يقوم على عنصرين: عنصر المحبة وعنصر التكافل الاجتماعي، كل يكفل الآخر. نحن جميعا مشتاقون إلى المجتمع المهدوي، لكننا ندعو دائما: اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه، اللهم عجل فرجه، اللهم أرنا ذلك اليوم العظيم. لكن المهدي يقول لنا: إذا أردتم أن تروا يومي فعليكم بأن تعدوا أنفسكم لأن تكونوا مجتمعا أخويا. لا يمكن لنا أن نكون من أنصاره وأعوانه حتى نكون مجتمعا أخويا، نتبادل المحبة رغم اختلافاتنا،
ونتبادل التكافل الاجتماعي رغم اختلافاتنا. إذا صرنا بهذه الدرجة صرنا مؤهلين لأن نكون من أنصاره وأعوانه، صرنا مؤهلين لأن نكون من المجتمع المهدوي. جاء محمد بن علي الخراساني إلى الإمام الصادق عليه السلام قال: أنت جالس في بيتك، لماذا لا تنهض بالسيف؟ يعني ليش ما تطلع بثورة؟ أنت جالس بالبيت ليش؟ عندك 100,000 من شيعتك في خراسان. التفت إليه الإمام الصادق قال: أسألك عنهم ذول 100,000 من الشيعة، هل بلغ بهم الأمر أن يعطف غنيهم على فقيرهم وأن يتجاوز محسنهم عن مسيئهم وأن يضع أحدهم يده في جيب صاحبه ويخرج ما يريد فلا يسأله؟ بلغ الأمر هكذا؟ قال: لا. قال: إذن ليسوا لي بشيعة، إنما الشيعة من يفعل هذا. أنصار المهدي وأعوانه وشيعته هم هؤلاء، المجتمع الأخوي القائم على عنصر المحبة وعنصر التكافل الاجتماعي. فلن نكون من أنصاره حتى نحول أنفسنا من غسيل الاختلافات والتراكمات، وأن نحول أنفسنا إلى أنفس متحابة متقاربة متآخية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وينك أنت بيا زمان ويا مكان، تجري دمعة بحلك وترحالة، لا تجينا خاف مشوارك بعيد، قول وينك واحنا نتعنالك، قول وينك واحنا نتعنالك نتعنالك. شاب في عهد النبي صلى الله عليه وآله في إحدى المعارك معروفة هذه القضية، عينه سالت على خده وكانت جديد عهد بالزواج. اجى إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال: يا نبي الله، أنا جديد عهد بالزواج، أذهب إلى زوجتي بهذا الوضع؟ هذا مو مناسب. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله عينه التي سالت على خده وأعادها إلى مكانها. اللهم صل على محمد. وعاد كما كان وربما أفضل مما كان، مذكورة في التاريخ. ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقرأ له الأشعار المعروفة: أتيتك والعذراء تبكي برنة، إلى آخر أبياته. ومن جملة أبياته: وقد كدت من فقري أخالط في عقلي. مشكلة الفقر التي كادت توصله إلى الجنون، وقد كدت من فقري أخالط في عقلي. النبي صلى الله عليه وآله حل له مشكلته. تلك المرأة التي كان ولدها على وشك الوفاة جاءت إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه، أو بعثت شخصا إلى الإمام الصادق، فعلمها الإمام صلوات الله عليه أن تذهب فوق السطح أو في مكان مرتفع وتصلي ركعتين وتقرأ دعاء معينا: اللهم إنك وهبتنيه، إلى آخره. وعاد الولد إلى الحياة. الأئمة صلوات الله عليهم عندما كانوا الملجأ في حل المشكلات العملية.
إذا النبي صلى الله عليه وآله الآن مو موجود، الإمام المهدي موجود. لماذا لا نفكر أول ما نفكر في مشكلاتنا في اللجوء إلى الإمام المهدي صلوات الله عليه؟ الإمام المهدي في قضية صلوات الله عليه جدا هذه العبارة مؤثرة، قال لذلك الرجل كما في رواية التاريخية: لو بحثتم عني كما كنتم تبحثون عن ضالتكم لوجدتموني. حقيقة نحن نبحث عن الإمام كما نبحث عن ضالة لنا. بينك وبين الجرح لحظة لقاء تنتظرها والله يدري بحالك. كم جريح عندك يا مهدي وكم مصاب، جروح الفراق مصايب آلك، جروح الفراق ومصايب آلك. ارجعوا إلى النبي، هل كان النبي رحيما بالمؤمنين فقط؟ لا، كان النبي رحيما بالمؤمنين وبالكافرين، كان النبي رحيما بالمطيعين وبالعصاة. البعض يتصور يقول مدام أنا عاصي المهدي ما يقبلني. لا، يقبلك ويحن عليك وإن كنت عاصيا. المهدي كجده رسول الله، حنانه ورحمته على العصاة لا تقل عن رحمته بالمؤمنين وبالمطيعين. المهدي فيض من الرحمة على العصاة وعلى المطيعين، كما كان جده رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي ذهب إلى الطائف يدعوهم للإسلام، وخرجوا ورموه وقذفوه بالحجارة والأشواك، فدميت رجلاه، فاستند إلى جدار حائط وقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. كان رحيما بالكافرين، رحيما بأعدائه، كذلك المهدي أيضا هو خلق جده رسول الله صلى الله عليه وآله. هناك شبهة طرحها بعض الأقلام الإسلامية، احنا لا نذكر اسمه، ذكر في هذه الشبهة أن مهدي الشيعة يختلف عن مهدي أهل السنة والجماعة. فمن يراجع الروايات الشيعية يجد أن المهدي إنسان دكتاتور، إنسان عدواني، إنسان مصدر للعنف والبطش والاستئصال لأمة النبي صلى الله عليه وآله. الصورة التي تصورها روايات الإمامية عن المهدي تصور لنا دولة تقوم على السيف والبطش والاستئصال والعنف، وبالتالي فهذه الدولة التي ينتظرها الشيعة الإمامية، هذه الدولة أولا هي دولة تتنافى مع روح الإسلام، لأن روح الإسلام هو الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بينما دولة المهدي لدى الشيعة دولة تقوم على السيف والبطش والاستئصال، فهي تتنافى مع روح الإسلام. وثانيا، هل من المعقول أن البشرية تنتظر آلاف السنين تلك الدولة الخاتمة بكل شوق ولهفة، ثم تفاجأ بدولة تقوم على البطش والاستئصال والعدوان، لا تبقي ولا تذر؟ إذن تحقق، إذن بالنتيجة لم يتحقق أمل البشرية، وإنما تصاب بالخيبة
وتصاب بالخذلان. مهدي الشيعة هذا هو إنسان عنيف عدواني، أما مهدي أهل السنة والجماعة فهو مصدر الرحمة والعطف. هذا الكاتب اعتمد على مجموعة من الروايات الموجودة فعلا في كتب الشيعة، أقرأ لك هذه الروايات من كتاب البحار للشيخ المجلسي رحمه الله، الجزء 52 صفحة 353. رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق عليه السلام، قلت له: أيسير بسيرة محمد؟ يعني المهدي إذا طلع يمشي على سيرة محمد؟ قال: هيهات، إن رسول الله سار في أمته باللين، كان يتألف الناس والقائم يسير بالقتل، بذلك أمر في الكتاب الذي معه أن يسير بالقتل ولا يستتيب أحدا. أي إنسان يريد يتوب يقول له ما لك توبة، الصراسة خلاص. الرواية الثانية عن أبي خديجة أيضا في البحار عن الصادق عليه السلام، إن عليا كان يقول، الإمام علي عليه السلام: لي، يعني من صلاحياتي، لي أن أقتل المولي اللي يترك الحرب يطلع أقدر أقتله، وأجهز على الجريح، ولكن تركت ذلك للعاقبة من أصحابي، إن جرحوا لم يقتلوا، والقائم له أن يقتل المولي ويجهز على الجريح. ما في رحمة خلاص. رواية ثالثة صفحة 354 عن العلاء عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم أن لا يروه. يقول ما نبغى نشوفه بعد أول شكل، ما نبغى، لأحب أكثرهم أن لا يروه مما يقتل من الناس، حتى يقول كثير من الناس: ليس هذا من آل محمد، لو كان من آل محمد لرحمنا. رواية رابعة عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام: إذا خرج القائم لم يكن بينه وبين العرب وقريش إلا السيف، وما هو إلا السيف، والموت تحت ظل السيف. الرواية الخامسة والأخيرة ذكرها النعماني في كتاب الغيبة عن أبي الجارود عن القاسم بن الوليد عن الحارث بن الأعور عن الإمام علي عليه السلام قال: بأبي ابن خيرة الإماء، يقصد القائم، يسومهم خسفا ويسقيهم بكأس مصبرة ولا يعطيهم إلا السيف هرجا. نحن ما موقفنا من هذه الروايات؟ التفتوا يا إخوان. أولا، هذه الروايات أغلبها ضعيف السند، ورد في طريقها محمد ابن علي الكوفي المكنى بأبي سمينة، والشيخ النجاشي شيخ الرجاليين يقول: أبو سمينة اشتهر بالكذب، وأخرجه أحمد بن محمد بن عيسى من أرض قم لكذبه. هذا من طرق هذه الروايات. أيضا من طرقها محمد بن علي الهمداني وهو مجهول، من طرقها الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني وهو ضعيف، نص علماء الرجال على ضعفه، من طرقها الحسن بن هارون وهو مجهول، من طرقها أبو الجارود. أبو الجارود كان رأس الفرقة الجارودية التي انشقت عن الفرقة الزيدية، وهو أيضا مضعف في بعض كتب علم الرجال. إذن هذه الروايات مبتلات بضعف السند، لا ينبغي أن يعول عليها وأن يستنتج منها مفهوم عن دولة القائم المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ثانيا، هذه الروايات معارضة بروايات أصح منها وأكثر منها تظهر لنا روعة دولة القائم، وأنها دولة الرحمة ودولة الحنان على الكل المطيع والعاصي. كل جريح يصرخ تعال، انت بس بيك الأمل، لا تظل عايش عذاب،
يا ابو صالح لا تضل يا امل كل الدهور يبتني افرح بالظهور يا ابو صالح.